جدا زميل عزيز كريم احمد. يعني اثناء ما احنا بنتكلم مونتيري في ليفربول 1-1، هدف ولا اروع لكايتا من اسيست لمحمد صلاح، اسيست رائع بصراحه ما شاء الله. يعني محمد صلاح ما شاء الله يعني متفوق على نفسه في المباريات الاخيره. بعد قليل ايضا الساعه 9 برشلونه ريال مدريد، كلاسيكو الارض، اكيد مباراه يعني بنستناها من السنه للسنة. تعالوا اطمنكم برضو على اخبار الفريق، نراجع مع بعض كده الاخبار، اقول لكم القايمه مره ثانيه اللي اختارها فايلر في ظل الغيابات اللي قالها كريم احمد. رمضان صبحي، رمضان يعني الحمد لله ان الموضوع جه كده، الحمد لله الحمد لله. بعد اللي عمله رمضان انا عن نفسي كنت متخوف جدا جدا، فالحمد لله الحمد لله رب ان الاصابه جت كده، ان شاء الله يرجع بسرعه. رمضان والسوليه نزل البرد زي ما قال كريم، واحمد فتحي النجم احمد فتحي وياسر ابراهيم ان شاء الله يرجعوا بسرعه جدا. محمد الشناوي، شريف اكرامي، مصطفى شوبير، رامي ربيعه، محمود متولي، سعد سمير، ايمن اشرف، وعلي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، حسام عاشور، وديانج، حسين الشحات، وقفشه، واحمد الشيخ، جيراردو، وليد سليمان، وليد ازارو، جونيور اجايي، مروان محسن. دول 20 اسم بفكر حضراتكم بيها مره ثانيه. بكره ان شاء الله محمود البنا حكم لمباراه الاسماعيلي والاهلي. ما شاء الله الحكام يعني ما شاء الله ما شاء الله بدايه موفقه، يعني بعد التوقف ان شاء الله يستمروا كده، كل ما تاخد حقك كل ما احنا نبقى مطمنين جدا جدا جدا. احنا بس مش عايزين اكتر من حقنا. محمود البنا حكم رائع، ان شاء الله يدير المباراه بكره على احسن ما يكون، ويكون معاه كل التوفيق باذن الله للكابتن محمود البنا. ده اللي اختاره الكابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام. عارفين الاهلي لعب 6 مباريات ما شاء الله، برضو نمسك الخشب ما شاء الله، العلامه الكامله ان شاء الله بكره كمان نبارك لبعض على الـ3 نقاط من 7 مباريات باذن الله. حضور جماهيري 30 فرد فقط لمباراه الاسماعيلي والاهلي، 15 لنادي الاسماعيلي و15 للنادي الاهلي. خلاص قلنا رمضان صبحي تمزق في العضله الخلفيه، الحمد لله والشكر لله، رمضان ان شاء الله ترجع احسن يعني مما كنت بكثير كمان. كان لازم يحصل لك حاجه والحمد لله انا جت بسيطه كده الحمد لله. محمود متولي يعني ان شاء الله كمان في الفريق باذن الله بعد برنامجه التاهيلي. ماشي، بقول لكم الاخبار بسرعه عشان نستقبل ضيفنا الكريم الناقد الرياضي الاستاذ خالد الاتربي، الناقد الرياضي بجريده الشروق. فحص طبي لاحمد فتحي، احنا قلنا خلاص غاب احمد فتحي. كابتن حسام البدري بيجتمع بلجنه المسابقات باتحاد الكره الاسبوع المقبل. الكابتن حسام البدري بيقول ارفض النقد العشوائي وامتلك قلب مشجع ولكن عقل المدرب. كل التوفيق ليك يا كابتن حسام. المنتخب الاولمبي بيطمن على اصابه رمضان صبحي، كابتن شوقي غريب قلبه طبعا، رمضان قلبه الحمد لله كابتن شوقي انها جت يعني بسيطه وان شاء الله يرجع احسن مكان ما تقلقش. منتخب الشباب بقياده النجم الكبير الكابتن ربيع ياسين بيبدا معسكره الاحد المقبل بـ4 مباريات وديه. كابتن ربيع ياسين عمل مجموعتين من اللاعبين، مجموعه بتضم 24 لعيب ومجموعه بتضم 30 لعيب. المجموعه الاولى اللي هي 24 لعيب هتلعب مباراتين يوم 27 و 31 ديسمبر مع فاركو بالاسكندريه وطلائع الجيش بملعبه. المجموعة الثانية اللي بتضم 30 لعيبة تلعب مباراتين يوم 26 و 31 ديسمبر مع الشرطة والطيران. كابتن ربيع اختار 54 لاعب عشان ينتقي منهم القائمة النهائية بإذن الله. كل التوفيق للمدرب المجتهد جدا جدا الخلوق كابتن ربيع ياسين. اتحاد الكرة بيكلف وليد العطار بملف الفار. دكتور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة بيكلف وليد العطار لملف الفار. ان شاء الله ننتهي بقى من الملف ده عشان نخلص، يعني كلام كتير جدا في الفار المفروض ان احنا كنا خلصنا منه، هيحل لنا مشاكل كتير قوي 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 قوي. كلنا محتاجين يعني الانديه اللي بتدور على الفير بلاي، الانديه اللي بتدور على العداله التحكيميه، الانديه اللي بتدور على ترتيبها كمان والمراكز والنقاط، اكيد الفار بالنسبه لها حاجه مهمه جدا وحاجه اساسيه جدا. النادي الاهلي كان اول مطالبين بتطبيق تقنيه الفار. دي كانت كل اخبارنا او معظم اخبارنا. زي ما قال كريم احمد زميل العزيز ان التمرين كان مقفول عليه جدا، عشان كده مش عارفين نقول لكم اخبار اكتر من كده، واعتقد ان دي ظاهره صحيه دايما يعني مع فايلر. كمان كان في اجتماع الخبر المعتاد اللي دايما بقول لكم عليه، اجتماع قبل المباراه
اجتماع بالفيديو مع اللاعبين لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن فريق النادي الإسماعيلي ونقاط القوة ونقاط الضعف. بعد الفاصل هيكون معايا الأستاذ خالد الدربي الناقد الرياضي بجريدة الشروق.